هذا التجمع فريدة من نوعها، أول مرة يحدث على مستوى دولي. اليوم احنا بطولتنا بريد بول كار بارك دريفت مؤهلة لنهائي العالم اللي راح يكون في قطر. مشاركين اليوم تقريبا أكثر من 35 متسابق، كانوا بالجولة التأهيلية البارحة تأهلنا من عندهم 20، هذا من ضمن المتأهلين. اليوم راح ننافس بثلاث جولات إن شاء الله، كل جولة الأولى راح يدخل بها 20 متسابق، بعدين 8، بعدين التوب 4 اللي راح يفوز بها راح يمثل العراق. تجمع اليوم كلش حلو، شباب سيارات كلش قوية، نطمح انه نطور هاي الرياضة نشتغل عليها. هاي بنالتي وحدة وهاي بنالتي بعض، اذا انت صح شوي ما بتخبر كم واحد هلا من الشباب هم عم يحلم يكون مكانهم كله. نحن بنينا هيدي السيارة تجهزت للدريفت من كل in all aspects يعني، واليوم جاية هي على العراق حتى تنزل as a show car. عبدو رح يسوقها للسيارة حتى يفرجي المتسابقين اللي او تبع الحلبة كلياتها كيف بدهم يسابقوا المضمار ككل. صراحة انا يعني معجب بالجمهور العراقي، اسم الله يعني المدرجات مليانة كلياتها، بحمسوك زيادة اكثر على اللعبة اكيد. والله هاي الرياضة أدرينالين، يعني حال أي رياضة، رياضة ممتعة حلوة جميلة، مستقبلها زاهي. ونطلب من شبابنا إنه يجون للحلبات يدرفت أو يستعرض ولا يستعرض بالشارع. هذا النادي نادي بلاد الرافدين محتضن جميع أبطال الدريفت وأبطال الحر وجميع الشباب. ما شاء الله عليك حسون، أبدعت، استمر. الحمد لله بهاي الرياضة الكل متعاون، اللي يصير عنده عطل نروح له، إذا هو بغير محافظة نسعى له على مود هذا العطل نصلحه له على مود يقدر يجي يشارك ويانا ننافس. هاي روح المنافسة بيناتنا داخل الحلبة، بس خارج الحلبة احنا اخوان، احنا اصدقاء، بتربطنا اواصل صداقة، اواصل عائلية بيناتنا. ما شاء الله كل السواق اخوة. واطمح من كل شاب عنده هواية انه يسوق، لا يسوق بالشارع، خليه يسوق هنا أأمن وأفضل. وهذا الجمهور الجميل اللي داي يشوفك أحسن ما أنه أنت تستعرض بالشارع. هاي الرياضة رياضة عشق، اللي يعرف ويتمنى يصير سائق يجي بطولة الدريفت، لأن الدريفت أحلى وأأمن سباق سيارات في العالم. احنا نحكي